تحية طيبة متابعينا الكرام من مدينة أزمور أو نواحي مدينة أزمور من الطريق الوطنية رقم 130 رابطة بين مدينة أزمور والدار البيضاء. حادثة سير خطيرة ومؤلمة أيضا في نفس الوقت جراء اصطدام سيارة من نوع بيكو بعربة مجرورة يعني كروسة، وحقيقة نتج عنها إصابة الشخص صاحب الكروسة، يعني إصابة بليغة وخطيرة ربما يعني في الداخل في غيبوبة، ونقلت يعني جات الأمبولانس من أجل نقلها إلى المستشفى القريب من مدينة جديدة. وأيضا هناك إصابة أخرى لربما صاحب السيارة أيضا اللي هو أيضا كيعاني من كدمات خطيرة أيضا، وجات تو يعني سيارة إسعاف نقلته يعني للمرة الثانية. لذلك متابعينا الكرام أرجو أخذ الحيطة والحذر يعني عبر هذه الطرق اللي كتكون ما فيهاش الإنارة وكتكون ربما ناقصة فيها الرؤية كما كتشاهدوا متابعينا الكرام. يعني الحديث يعني خلف سياق كبير عند الساكنة، خصوصا أن الرجل اللي ضرب رجل كبير.